بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة على اليوتيوب. النهاردة يوم الخميس 24 فبراير 2022، من داخل سوق البقر الوالد، سوق أبوير، سوق الخميس، سوق محافظة أسوان، مركز كابومبو يا جماعة، سوق أبوير. بسم الله ما شاء الله البقر طارح فيه النهاردة. نخش نشوف الأسعار. صلى على سيدنا النبي في أول اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلاة على حضرة النبي. ايه سنة البقرة دي؟ هاي ورينا السن يا اخي. الصلاة على النبي. ساوي الفرد قافلة دي يا اخي. الصلاة على النبي. بارك الله. ايه تحتيها هي؟ نتايا؟ عمري كام ده على كده؟ 3 ايام. الصلاة على النبي. 3 ايام يا جماعة. حاطين الشهادة تحت الميناء بنزين على الباب الحصري. بس هي عدت الاسبوع خلي بالك. لا دي ولا 10 12 يوم. لا عدت، ما انا بقول له. لا بس السرة مش قاعدة. الصلاة على النبي. ايه فلوسها معلم؟ سرة حسن بصلاة النبي الله اكبر. والصلاة والسلام. ايه عليها كبير؟ فيها بيع وشراء، وفيها هي 23 الشراء والبيع. المال نام في التراب السوق، كان انظاره ما يقولش نبيع حمزه بالنصر. 23 الشراء والبيع. صلى على النبي. طبيع عليها هي؟ لما قلنا لك الشراء والبيع ب 23 عليها؟ عليها اشواق عندنا. يبا عندكم. عندنا شهاده الميلاد على باب الحوش. لا بس انت زعلان النهارده. والله اي ساعه. والله زعلان انت النهارده. التصوير ده انكسلت معنا صح. البقر فيه تريح النهارده يا جماعه. بص يا جماعه احنا يعني بنقول للناس التجار اللي هم في السوق، سواء بيتفرجوا علينا في سوق دراوه او في سوق ابوير او في سوق ادفو او في سوق اي مكان، في ناس يا جماعه ما بتنزلش السوق، في ناس وكله يعني بيحصل معاه ظروف ان هو ما بينزلش السوق. ففي واحد بيحب يعرض البقره بتاعته، انت راي بتاجي اخر النهار بتتفرج على القناه. ففي راجل بيحب يعرض البقره، انت لو ما نزلتش السوق انت وبتتفرج ممكن ترن على الراجل ده. فانا اللي طالبه منك انت كتاجر او انت كمزارع تعرض لي البقره بتاعتك كويس. الصلاه على حضره النبي تبارك الله. البقر يا اخي ما شاء الله تبارك الله، البقره حلوه يا جماعه. ايه سنها عمده؟ يا حاج صل على النبي تبارك الله. صل على النبي. ازيك يا حاج؟ صباح الفل. الله يوسع عليك. تبارك الله. تبارك الله بسم الله. ورينا سنه يا اخي، عايزين نشوف سنه دي. 6 يا عم. نشوفوه طيب. هذه 6 يا جماعه. هذه خنصر من هنا وخنصر من هنا. فراد ايوه تمام. الصلاة على النبي تبارك الله. عليها ولا فيها بيع وشراء حق؟ فيها بيع وشراء. ايه البيع والشراء؟ عليها 27.5 بيشتروا فيها ب 28. عليها 27.5 بيشتروا ب 28. كلها بركة والله. كم تليفونك عمدة؟ علي بمرو تمام تمام. كم تليفونك لو حد عايزها منك ولا حاجة؟ لو حد عايزها عمي 031. 031 0 78 1 3 1 3 2 6 2 6. اسم الكريم؟
محمود عبد الجواد. فين عم محمود؟ العباسية كابومبو يا جماعة. تمام حي. حتى الرقم؟ اه تبارك الله تحتيها عيد ما شاء الله تبارك الله. شو العيد من تحتك؟ سلام تبارك الله ما شاء الله. لو هي بقرة فيها لبن أصلاً. خمسة كرايس لا بتوزن لبنها على كده؟ لبنها كام وكام؟ 5 و5. اللهم صل على النبي. 5 و5. انت قول 4 و4. 3 و3 حتى. 5 و5. انا بقول له كده. هذه حتى 4 و4. 3 و3. 3 و3. أبوي 5 و5. أنا بقول لك 5 و5 البقرة دي. يا لو حد عايز أستلم منك 5 و5. أستلم 5 و5. الله يوسع عليك. الله يوسع عليك عم محمود. نارك أبد عم محمود. استحتي عيلة يا جماعة تبارك الله هو ولد أبد. صلى على النبي تبارك الله. صلى على النبي تبارك الله. الله أكبر. استحتي انتهت يا جماعة. صلى على النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. على الأول. صباح الفل جايلك جايلك حاضر حاجيك مكانها هسه يا جماعه شوف ان شاء الله تبارك الله. بنزيما يا حبيبي يا ابوي اسمنا حج على الاول لسه يا فلان على الاول على الاول قال تبارك الله. تحتي النتائج تحتي النتائج. الصلاه على النبي. لبنها كام وكام على كده؟ والله لبن ده رزق لكن احنا بنجيب 4 و4. 4 و4. اه يا بيع شراء ولا عليها؟ والله يضرب كل واحد يقول قوله يعمل. طب عليها هي؟ والله هذول الوقت بقول بيشتروا فيها الغالي تروح بيشتروا ب 28. 28 28 بس هي معلاش من البيت صح؟ لا من البيت. من البيت الله يوسع عليك. تحب تسيب رقم لو حد عايز يتواصل معك فيه ولا حاجة؟ اه كم رقمك يا خالد؟ 011 011 58 58 19 19 38 38 69 69. اسم الكريم؟ ابو الحسن من اسنا. احسن ناس يا عم احسن ناس ناس اسنا والله. قلت لي اللبن 5 و5. اه 4 و4. 5 و5. خلينا في 4 و4. خلينا في 4 و4 المضمونة حي. حتى 3 و4. هو الكيلو بليل؟ والله احنا ده رزق يا عم الهاي. تبارك الله. اللبن ده رزق. ايوه ده في الاول وفي الاخر رزق. ايوه. الصلاة على النبي تبارك الله. ايه يا جماعة. الاكل وانواع. ان شاء الله. ودي النتائج بتاعتها. تبارك الله. شكرنا حي. كسر الجوز العمدة؟ اه واللبن 3 و3 بتحلب مري. السلام 3 و3 اللبن. السلام عليكم سن الجوز تحتي عجلي ما شاء الله تبارك الله عليك. الفلوس 28 بس. ورينا سنة كده عمدة. جوز 1. هم الجوز يا جماعة الصلاة على النبي بعيني. تبارك الله يا عمد الله ينور عليك. سن جوز 1. الفلوس 28 اللي عليها؟ 28. الصلاة على النبي. ومرة راجل يحلم. تبارك الله. ورا قدام تحلم. الهداوة موجودة يعني؟ آخر هداوة. هداوة من عند الله في الأول وفي الآخر طبعا. تبارك الله. اشتروا معاك عمد؟ اشتروا معاك فيها؟ اشتروا ب 28.5. اشتروا ب 500 يعني؟ اه. كم تليفونك عمد؟ والله ما حافظ التليفون. حافظه الله يوسع عليك. ايش سنة البقرة دي يا معلم؟ صباح الخير الأول. ايه اخبارك؟ دي معاها فرادي؟ تبعكم برضو؟ تبعكم؟ الله عليك. فلوسها 29. فلوسها 29. ايه؟ صباح الفل. ايه اخبارك الله يخليك؟ الله يوسع عليك. بلجيم النبى فلوسها 29 يا جماعة. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الفل رجالة. الأخبار الله يخليك. بارك الله. إيه سنة البقرة بحي؟ إيه سنة؟ صاد يعني؟ آه صاد. السلام عليكم تبارك الله. تحت هذاك. لبنها كام ده؟ لبنها كام؟ عيلة ربح حفظها عيلة ربح. أيوة بقول لك لبنها كام وكام يعني؟ لبنها 2 و2. 2 و2؟ الصلاة على النبي. تشتغل في المحلات ده على كده؟ لا
لا تشتغلش؟ لا مش شغاله من حراره. تبارك الله، الله يوسع عليك. يا هي بطين يا جماعة، احنا كده نخش على سوق القاني وسوق العشر. نهاية الفيديو لا يبقى كده، وما تنسوناش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.